مية في المية، سواء هنا أو سواء هناك. لو فرضا مواطن توفى في عندنا هناك في السعوديه او في اي مكان، الناس الشعوب اهل الميت هناك بيعملوا مناحه هنا، وهناك بلدياته وقرايبه والمصريين بيتعاطفوا بشكل غير عادي، وكل ده بيعود على ان الحكومه والمصريين وسايبيننا والدوله وسايبانا، واحنا في ملناش قيمه وملناش الشهاده. عفوا احنا عايزين لو واحد توفى يوم الخميس الدولة. ليه المصري ما ينزلش؟ احنا في حاجة عشان اطلع الشهادة وعايز اتحسن.